المثل بيقول لا تنام بين القبور ولا تحلم منامات بشعة. لا مش هيدا هو المثل. هلا ترك كلها سنين وجيت تعرف على نسوان قبل عرسك بنهار واحد؟ في حل او لا؟ في حل طبعا، مع المختار دايما في حل. شو اسمك الحقيقي؟ تاتي زينة جعفر مختار. المختار شو تحقيق يا زياد؟ نصاب بأول عجبني هذا الشاب. لك عندك فكرة إذا بيعطي دروس بعلم نفس النصب الميداني التطبيقي البحث؟ نصبولوجي يعني؟ خطة أنا بننزل على المحال نصرف لنا قرشين بتبين المحروسة يوم لوتي. مبروك عليك اللوت. احنا لازم يعرف فيها ابدا ولا حتى بيي بطب ارضه بتكون فتيحة كتير كبيرة وانا عرسي بكرة. وين النزوين؟ مستحيل يكونوا سابقيننا بعد هالمسافة. السيارة اللي معهم انجا ماشية. تركها تنام وبعد شوي هي بتدور بترجع. ماشي ماشي. مرحبا. قولي وحياتك. احلف لك على المصحف. ديسكو ديسكو بارتيزاني. فراس يا خيي فهمنا انه فراس الزفت ابنه للزفت. شكرا ميرسي شكرا. نصيبك هاي سيبك دوت كوم.